اهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة مدنية وبس. بنعزل بايه القواعد ورقاب العمدان المدفونة اسفل البنية التحتية، وايه هي انواع العزل ده والطريقة الصحيحة للدهان؟ بيتم العزل بمادة البتومين، وهي مادة سودة سائلة، وهو احد مشتقات البترول، وهي مادة مش منفذة للمية ومش بتتآكل مع مرور الزمن، وبتعمل على سد المسامات ومنع نفاذ الرطوبة لحديد التسليح. ومن انواع البتومين بتومين بارد وبتومين ساخن، والبتومين الساخن افضل بكتير من ناحية النفاذية. كمان البتومين الساخن ليه قدرة عالية على الالتصاق، وده في حالة دفان التربة، وده عكس البتومين البارد. الطريقة الصحيحة لدهن القواعد بالبتومين: اول حاجة بننظف القواعد كويس جدا من اي تربة او اوساخ او مياه، ويجب ان يكون سطح القاعدة مستوي واملس ومفهوش اي تشققات او كسور. وبيتم دهان البتومين على 3 طبقات او 3 وشوش، وكل طبقة بتحتاج ليوم كامل علشان تجف وتتماسك. وعادة بيتم دهان طبقة واحدة من البتومين على القواعد، بس ده طبعا بيكون غير كافي لعزل المياه والرطوبة، الا انه بيتم لتقليل التكلفة فبيكتفوا بطبقة واحدة. والمفروض ان البتومين المدهون بالقواعد ما يتعرضش للشمس لاكثر من 14 يوم، والا هيبدأ في التلف بسبب جفافه وتشققه. وفي الحالة دي بيتم اعادة الدهان مرة تانية، وده بعد تنظيف القواعد. وفي نفس الوقت ما ينفعش دفن القواعد مباشرة بعد الدهان، ولكن بنسيبه يجف لأكتر من 24 ساعة، وده حسب درجة الحرارة والرطوبة. آخر حاجة، ممنوع إضافة المية للبتومين، وده لأن بيقلل من لزوجته وكثافته وبيخليه يفقد خاصيته للعزل. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. أتمنى أن الفيديو يكون فاتكم ونال إعجابكم.